والله ماشي، شوف الفقر فينا قد كيف. لك 3 شهور ما تشوف على عدي. روح لا اسمع، ما معنى عدي. لك 3 شهور شوفك لك اليوم تجيب نص المبلغ، قول وبيك ما تجيب وشوفنا بطردك من الدارة وانت عيالك. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على النبي. يا اخواني صاحب الدار، يا ابن بغليا بغليا، حكينا 3 شهور يا اخواني ولا معي عد يا عطيه. يا اخواني ساعدوني الله يهديكم يا اخوان. تفضل تبع ساعدني. ساعدنا الله يعطيك العافيه. الله كريم الله كريم. ساعدنا الله يعطيك العافيه. الله يفتح عليك. تعال الله يرضى عليك. سهل والله. سهل الله يعطيك العافية. الله كريم. الله يفتح عليك، الله يرفعك اليمن إن شاء الله. السبب اللي خلاك تخرج من الدار اطلب قدام الناس هي نفسه. كل السبب هذا. حد حدي يا مدور للتحدي انت عندي.